حقيقة المستشفى قد تضررت بشكل يعني شبه كامل جراء هذا الحريق الذي لم يسيطر عليه من قبل الدفاع المدني العراقي بسبب تأخر وصوله، وأيضا يعني تم تشكيل لجنة مختصة بين الجانب العراقي والجانب السعودي من أجل الإشراف على تأهيل هذه المستشفى بدعم من المملكة العربية السعودية التي تبنت إعادة تأهيل هذه المستشفى، وأيضا عن طريق سفارة المملكة العربية السعودية هنا في العاصمة العراقية بغداد. وبالتالي يعني يتوقع أن تكون إعادة تأهيل يعني معظم أجنحة وقطاعات هذه المستشفى لأنها تضررت بشكل كبير، ليس فقط الجناح الخاص بمصابي كورونا عندما نشب الحريق في هذه المستشفى. حقيقة المبادرة هذه لم تكن الأولى للمملكة العربية السعودية وأيضا لن تكون الأخيرة، لا سيما منذ عام 2003 هناك العشرات من المبادرات التي تبنتها المملكة العربية السعودية من خلال إرسال مساعدات عينية وأيضا التبرع بالمئات الآلاف من الدولارات للشعب العراقي من أجل يعني عبور المحن التي مرت عليه خلال هذه السنوات. وأيضا كانت من ضمن مبادرة مستشفى الخطيب هي أيضا دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعوة المصابين، دعوة إلى الحكومة العراقية بإرسال جميع المصابين في تلك الحادثة من أجل تلقي العلاج في مستشفيات المملكة العربية السعودية. وهذه حقيقة خطوات إيجابية كانت قد يعني وثقت الكثير من العلاقات العراقية السعودية في جميع القطاعات ليس في الجانب الصحي، وبالتالي لم يكن بجديد على المملكة العربية السعودية هذه المبادرة التي لاقت ترحيبا شعبيا وسياسيا حقيقة في وسائل الإعلام العراقية وأيضا مواقع التواصل العراقية التي رحبت بهذه المبادرة وشكروا وتقدم الشعب العراقي حقيقة بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على وقوفها مع الشعب العراقي في جميع المحن التي مرت عليه خلال هذه السنوات. أشكرك.